صباح الخير يا تيتا، صباح الخير للجميع. صباح الخيرات يا ابني الغالي. هاي هي العادات الأصيلة تبعنا. ابني لما بشوف وشك الصبوح قدامي بيروح كل تعبي. عود افطار معنا. لا بابا، لأنه أنا تأخرت، والحقيقة أنه أنا رح روح أضيع مع رفقاتي وهني هلأ عم ينطروني. عن جد ابني؟ مو مشكلة روح، بس حبيبي افطار معنا بالأول. أنت بتعرف ابني أني كتير بحب شوفك قاعد معي على الفطور، وهلأ يومي تغير وصار أحلى. بس بابا بصراحة أنا وعدت رفقاتي نفطر سوا وكمان نتغدى ونتعشى، لأنه كلياتنا مع بعض. آسف بابا، رجاء بابا. طيب ابني، المشكلة انك بتعرف انه ما فيني ارفض لك طلب ابدا. روح. شكرا بابا. بخاطركم، باي. هذا هو الحظ والنصيب. الناس اللي بدهم دعم حقيقي الحظ ما بيوقف معهم، والناس اللي مو بحاجة لدعم بتلاقي الحظ متحوش فيهم دحش، صداقة ضيعة تلة. اسموك ما بدك حط لك كمان؟ لا، في بصحني أكل كتير هالقد. بس حبيبتي سارفاتي. وين رايحة؟ بدك تفوتي تاكلي بغرفتك؟ فهمت، أخذ الأكل مشان لكشمي. يلا خدي، يلا. شو القصة مرتي؟ مبين عليكي قلقانة كتير. صاير عم تتدخل بكل شي. ها المعنى؟ معنى شو؟ لو سمعت أمي كلامك الفاضي هاد كان عملت لك قصة طويلة عريضة. أنا عم بحكي على اللي شايفه بعيوني. بس صاير عم تشوف كتير شغلات. شكراً. بعدين بتقول أنا قلت شي؟ أنا قلت شي؟ أنا قلت شي؟ لحظة 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 لحظة، مبين المسلسل رح يبلش. ها بلشوا يلا. اسمعي، أنا ما قلت شي غلط أبدا. نيناتكن علي؟ آخ يا ربي رح انجلت. يا ربي خدني وريحني. يا ربي ليش ما بتستجيب لدعاء شي مرة؟ سهري يلا روح، ولا رح يبلش المسلسل فوق راسك عن جد. مرتي صار لي أكتر من ساعة عم حاول أقنع فيها بس هي ما عم ترد علي. لاكشمي ليكي، إذا ضليتي زعلانة وعبسة هيك نحنا دورجا، قولي شو رح نعمل معه وقتها؟ رح نزعل منك كمان صح.